شهدت مدينة سياتل الأمريكية أولى تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا، وقد شارك في هذه التجربة 3 متطوعين، هما رجلان يبلغ من العمر 46 و25 عاما وسيدة عمرها 43 عاما، حيث تلقوا جرعات متفاوتة من اللقاح الجديد لاختبار قوة الدواء، وسيجري فحصهم للكشف عن الآثار الجانبية المحتملة وكذلك فحص دمهم لمعرفة قدرة اللقاح على تنشيط عمل أجهزتهم المناعية.